بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبنائي الأعزاء، طلاب الصف الرابع بمدارس الجامعة، حياكم الله جميعا. نلتقي وإحدى دروس مادة الحديث والسيرة. في البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تكونوا في أتم صحة وعافية وسعادة من الله عز وجل. أبنائي الأعزاء، في الدرس السابق درسنا صفات النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والاستماع، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يريد أن يتكلم كان يتأنى في كلامه، وكان صلى الله عليه وسلم يعطي كل كلمة حقها، وكان صلى الله عليه وسلم يكرر الكلمة ثلاث، وكان لا يتكلم إلا بالصدق، فكان يختار من الكلمات أجملها وأحسنها. وعرفنا في صفة استماع النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقاطع أحدا في حديثه قط، بل كان ينتظر حتى ينتهي من حديثه ثم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الرد على كلامه أو حديثه، فكان لا يقاطع أحد قط حتى من أعدائه صلى الله عليه وسلم، وكان يحترم الكبير والصغير عندما يتكلم. اليوم نستكمل صفات النبي صلى الله عليه وسلم. صفة أخرى من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي صفة ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. في البداية أبنائي الأعزاء، لابد أن نعرف أن الإنسان عندما يتحدث مع الآخرين لابد عليه أن يبتسم في وجوههم، فالتبسم في وجه أخيك صدقة تنال بها الأجر. نتعرف اليوم صفة ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. في بداية الدرس أتى لي بتمهيد يقول: ماذا تفضل في صديقك، أن يكون عابسا أو ضاحكا مبتسما؟ والناس هل يحبون مجالسة العابوس أو الكثير التبسم؟ كل منا يفضل أن يكون صديقه ضاحكا مبتسما، فالناس يحبون مجالسة كثير التبسم لأنه يدخل السرور إلى القلوب، يزيد المحبة في نفوس الآخرين. نتعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الضحك. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما. يقول جابر ابن سمرة رضي الله عنه: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، وربما تبسم معه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أصحابه من الضحك والتبسم حتى عندما يكونون عنده في بيته، كان يتناشدون الشعر، يلقون الشعر، يتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، فإذا جاء أمر يستدعي التبسم تبسم في وجوههم، أدخل السرور عليهم، شاركهم في هذا الأمر. كان صلى الله عليه وسلم كثير التبسم. يقول عبد الله بن الحارث رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر ضحك أصحابه عنده التبسم من غير صوت اقتداء به وتوقيرا له. تبسم في وجه أخيك، مازح أخيك، وكن صادقا في مزاحك، ولكن لا ترفع صوتك عند الضحك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم دون أن يرفع صوته. كان إذا ضحك صلى الله عليه وسلم بانت نواجذه من غير أن يرفع بذلك صوته، والنواجذ هي أضراس الإنسان من الداخل، الضرس من الداخل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحك بانت نواجذه. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى أرى منه لهاته. ومعنى ذلك أنه لم يكن يرفع صوته أبدا ويفتح فمه بشدة أثناء الضحك صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا لقي أحدا من أصحابه تبسم له. قال جرير ابن عبد الله رضي الله عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي، وذلك لأن التبسم والانبساط مع المسلمين ينال به المسلم أجرا. يقول صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. تخيل
أنك تضحك وتدخل السرور على نفوس الآخرين، والله عز وجل يعطيك الصدقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير التبسم، على ما يدل ذلك؟ يدل على حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم. أتعلم من هذا الدرس أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تبسمه، أضحك مع أصدقائي ومع أهلي وأقاربي وجيراني، أتبسم بغير صوت مرتفع، أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أدخل السرور في حديثي بالتبسم في وجه الآخرين. إليك مجموعة من المواقف، بين رأيك في هذه المواقف. أحمد يضحك بصوت مرتفع، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك بدون صوت مرتفع، هذا التصرف خاطئ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضحك إلا تبسما من غير صوت. خالد يكذب في مزاح، قلنا لا يجوز الكذب في المزاح، عليه أن يقول الصدق ولو كان مازحا. عبد الله يستقبل الضيوف وهو عابس، يعني كاشر الوجه، فعله خاطئ، عليه أن يستقبله متبسما وله في ذلك أجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقة. نأتي إلى التقويم على هذا الدرس، أوضح كيف كان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحك بانت نواجذه من غير أن يرفع صوتا، يضحك صلى الله عليه وسلم تظهر نواجذه، وكان صلى الله عليه وسلم لا يظهر له صوتا ولا يرفع صوته في الضحك. اختاروا الإجابة الصحيحة بوضع علامة صح فيما يلي، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم كثير التبسم. السؤال الثالث، أبين على ما يدل قوله صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك صدق، قلنا يدل على أن التبسم والانبساط مع المسلمين ينال به المسلم أجرا. أتعرف صفة أخرى من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي صفة مزاح النبي صلى الله عليه وسلم. كنا المزاح أو أن تمازح أخيك تتحدث معه بحديث يدخل السرور على قلبه، تلاطفه، تضاحكه. في بداية الدرس يقول لي تميد، هل سبق أن غضبت من مزاح بعض أصدقائك؟ نعم، كلنا قد نغضب في بعض الأحيان من مزاح الأصدقاء، وقد يكون هذا المزاح بسبب الخشونة أو إصدار ضرر، قد يكون مزاحا باليد، قد يكون مزاحا باستعمال أشياء تؤذي الإنسان، قد يكون المزاح بسبب إخراج ألفاظ سيئة. والمزاح كثيرا، المزاح السيء كثيرا ما يورث البغضاء بدل المواد. أتعرف هذه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ويمازح الصغار والكبار؟ من حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتلطف به من مزاح مع الصحابة رضي الله عنه، لم يمنعه مقام النبوة ووقار الرسالة من تلبية هذه الحاجة في نفوس أصحابه. نتعرف أولا ممازحته صلى الله عليه وسلم لعامة الصحابة، موقف من المواقف التي تدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فكاهة روحه صلى الله عليه وسلم. أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة، فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال صلى الله عليه وسلم فولت تبكي، ذهبت تبكي، قالت لن أدخل الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابي أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطفها ويمازحها. إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، أي أن الجنة لا يدخل الإنسان وهو عجوز بل وهو شاب في رعان شبابه. أتاه أحد أصحابه يطلب مرقبا ليذهب إلى الجهة، فقال له إن حاملوك على ولد الناقة، أي صغير الناقة. فقال وما أصنع بولد الناقة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ إن حاملوك على ولد الناقة. يقول لي أعد كتابة الحديث بأسلوبك ثم استنتج هديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المزاح. ملخص هذا الحديث أنه أتى أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه مرقبا يذهب به إلى الجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مازحا
إنا حاملوك على ولد الناقة. فظن الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحمله على صغير الناقة المولود الصغير، ظن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يلاطفه ويمازحه. فقال: وما أصنع بولد الناقة يا رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النواق، يعني إلا الصغار؟ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الصدق في المزاح. أتعرف ممازحته صلى الله عليه وسلم للصغار. رأى النبي صلى الله عليه وسلم طفلا صغيرا حزينا بسبب موت عصفوره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرق قلبه للجميع الصغير والكبير، وكان يمازح الجميع، يحاول أن يدخل السرور على نفوس الجميع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ملاطفا: يا أبا عمير، كناه النبي صلى الله عليه وسلم، كناه ورفع من شأنه ومازحه بلطف، يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير هو العصفور. وعن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سنه سنه. قال عبد الله بن المبارك: وهي بالحبشية حسنة. فقال: فذهبت ألعب بخاتم النبوة، فزربني أبي، أي نهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي واخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، يعني العبي. على ما يدل مزاحه صلى الله عليه وسلم مع عامة المسلمين، يدل ذلك على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع المسلمين. في مزاحك مازح، لكن لا تمازح بإلحاق الضرر بالآخرين، لا تستخدم أي أداة تلحق الضرر أو الأذى، لا تصدر ألفاظا سيئة، يكون مزاحك دائما صادقا وتقول الحق. أتعلم من هذا الدرس أن أقول الحق ولو كنت مازحا. التقويم: أبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنا حاملوك على ولد الناقة وعلى ما دل، يعني نعطيك ولد الناقة لتركبه. يدل ذلك على مزاح النبي صلى الله عليه وسلم وتبسطه مع أصحابه رضي الله عنه. أبين لما حزن أبو عمير وماذا أفعل لو تعرضت لنفس الموقف. حزن أبو عمير بسبب موت عصفوره. إذ تعرضت لنفس الموقف أصبر ولا أحزن. دائما إذا كان لديك شيء وفقدته عليك ألا تجزع، لأن من الإسلام أن تصبر ولا تحزن، لأن ذلك من قضاء الله عز وجل وقدره. نأتي إلى الدرس الأخير، وصفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الصدق في المزاح. يا في بداية الدرس أتى لي بتمهيد، أملأ الفراغات بما يناسبها من الكلمات التالية: أتى لي بكلمة الرسول صلى الله عليه وسلم، الصدق، الكذب، العداوة، السخرية. نتعلم شيئا جديد من هذا السؤال: يمزح الطلاب مع بعضهم لكن يكثر في مزاحهم الكذب والسخرية، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عليك أن تكون صادقا ولا تسخر من أحد، ولهذا يتسبب مزاحهم في العداوة والتفرقة. لمن الذي يكذب في مزاحه ويسخر من الآخرين، هذه السخرية وهذا الكذب عادة ما يسبب العداوة والتفرقة، وهذا بخلاف مزاح الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يتميز بالصدق، وهو ما يبينه الحديث التالي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أقول إلا حقا، يعني يداعبهم ويلاطفهم ويمازحهم، وفي هذا المزاح كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا. أتعرف معاني الحديث. ما معنى إنك تداعبنا؟ المداعبة هي الملاطفة والممازحة، يعني تلاطف، تتكلم بكلام يدخل السعادة على نفوس الآخرين، ولا يشترط أن يكون فيها إضحاك. والصحابة يقولون: إنك تداعبنا وتمازحنا، فكيف نقتدي بك في المزاح؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أقول إلا حقا، أمازح وألاطف، ولكن في الممازحة والملاطفة لا يكون حديثك إلا بالحق والصدق، أي أمازحكم ولكن بكلام صادق، فأنا لا أكذب من أجل المزاح، وأنا لا أقول في مزاح إلا الحق،
ولا أمزح بسخرية أو عيب للناس أو كلام باطل. أتعرف الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. صفاته: كان رضي الله عنه عالي الهمة، يحب أن ينال الخير وينفع أمته. ففي أحد الأيام كان أبو هريرة رضي الله عنه جالسا مع اثنين من الصحابة، فطلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعوا بما يحبون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعائهم، وكان أبو هريرة هو الثالث، فقال: اللهم إني أسألك ما سألك صاحبي هذين، وأسألك علما لا ينسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. عبادته رضي الله عنه كان يحب الإكثار من النوافل، ومع ذلك صلاة الوتر، ومن ذلك صلاة الوتر وركعتا الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر. كان رضي الله عنه يحب النوافل، وهي 12 ركعة المفروضة في اليوم، أو التي كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتين قبل صلاة الفجر، و4 ركعات قبل صلاة الظهر، و2 ركعات بعده، و2 ركعات بعد صلاة المغرب، و2 ركعات بعد صلاة العشاء. وصلاة الوتر هي الصلاة قد تكون 1 أو 3 ركعات قبل نومك مباشرة، وركعات الضحى في الوقت من شروق الشمس إلى قبل صلاة الظهر بنصف ساعة، وصيام 3 أيام من كل شهر، وهي أيام البيض في الشهر العربي. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الصحابة لإدخال الفرح والسرور عليه صلى الله عليه وسلم. أتعلم من هذا الدرس أن أبتعد عن الكذب والسخرية في المزاح. هناك معلومات: يجب أن يكون المزاح بقدر وبصدق، والحذر من الإكثار في المزاح. مازح ولكن مازح بقدر، لا تجعل كل كلامك مزاح، ودائما تكون صادقة في المزاح ولا تكثر في المزاح، لأن لذلك أثارا سيئة منه. إذا أكثرت في المزاح وكان مزاحك سيئا، ظهور العداوة بين الأصدقاء، انتشار الكذب والغيبة والنميمة، عدم التقدير والاحترام للآخرين، والزوال الهيبة. التقويم: اختار الإجابة الصحيحة بوضع علامة صح فيما يأتي. المزاح لابد أن يكون فيه ضحك، المزاح بالحق يسبب الألفة، الكذب في المزاح جائز. طبعا المزاح بالحق يسبب الألفة. أبتعد عن المزاح الذي أكثر فيه من الضحك الشديد المفرط، وأبتعد عن الكذب في المزاح. أختار الإجابة الصحيحة: الكذب في المزاح سبب في حصول، ممتازين يا أبطال، الإثم والسيئات. أبو هريرة رضي الله عنه كان عالي الهمة، وأفاد الأمة في حفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث: أضع كلمة عالي الهمة في جملة مفيدة. الجملة: صديقي خالد عالي الهمة لأنه حفظ 5 أجزاء من القرآن الكريم. إلى هنا نأتي إلى نهاية دروس مادة الحديث. أسأل الله عز وجل أن ينفعكم بما تعلمتم، وأن تكونوا دائما في نعمة وفي صحة وفي سعادة وخير. في نهاية درسي لا يسعني إلا أن أقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.